قال لوقا البشير: وفيما يسوع يتكلم بهذا رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعاك. أما يسوع فقال: بل الطوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. وفيما كان الجموع محتشدين بدأ يسوع يقول: إن هذا الجيل جيل شرير، إنه يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي. فكما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك سيكون ابن الإنسان لهذا الجيل. ملكة الجنوب ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. رجال نينوى سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان، وها هنا أعظم من يونان حقا والأمان لجميعكم. طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعك. الكنيسة بتحتفل اليوم بعيد الحبل بلا دنس، حبل القديس حني بمريم العذراء، بعد ما احتفلنا الأسبوع الماضي ببشارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم بميلاد يسوع، وبعدنا عم نحتفل بهالأسبوع بزيارة العذراء مريم لنسبتها أليصابات. شو هي أبعاد هالصرخة، صرخة هالمرأة من وسط الجمع يلي قالت: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين أرضعك؟ أولاً هالصرخة تشبه إلى حد بعيد صرخة بطرس يلي بإلهام من الآب السماوي وبوحي من الروح القدس أعلن إيمانه بيسوع وقال: أنت المسيح ابن الله الحي. فهالمرأة أعلنت بوحي من الروح القدس أنه مريم هي حواء الجديدة المباركة بين النساء التي قدسها الله لتكون هيكلا لتجلي مجده وأما لابنه يسوع وعروسا لروحه القدوس. ثانيا، مريم هي حواء الجديدة يلي كانت بفكر الله منذ بداية الخلق، حيث قال الله للحية بعد معصية آدم وحواء: وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، فهو يسحق رأسك وأنت تصيبين عقبه. فالعداوة هي إذن بين الحي والمرأة، بين الشيطان والعذراء، وبين نسل الشيطان أي إبليس ونسل المرأة أي يسوع. فيسوع هو يلي بموته وقيامته لح يسحق رأس الشيطان، والشيطان هو من سيصيب عقبه أي جسده المعلق على الصليب. وبالتالي من صلب هو المسيح، ولكن من مات فعليا هو إبليس الذي انكسرت شوكته أي الخطيئة وتحطمت قدرته أي الموت. ومن انتصر هو المسيح الذي غلب الموت بالموت وقام من بين الأموات. ويسوع سلم راية المعركة للعذراء مريم ساعة اللي كانت واقفة تحت الصليب والتلميذ الحبيب إلى جانبها قائلا لها: يا امرأة هذا ابنك. وقال للتلميذ: هذه أمك. فالمعركة أعيدت إلى بدايتها، أي إلى المواجهة بين الشيطان الحي القديم وحواء الجديد مريم العذراء. ثالثا، مريم كانت إذن في فكر الله منذ القديم، والله حفظها من الخطية من قبل أن يحبل بها لتكون أما لابنه الوحيد يسوع. فالله يختار بحسب مشيئته وتدبيره أصفياءه وأنبياءه ويبررهم ويقدسهم بحسب قوله للنبي إرميا: قبل أن أصورك في الحشا عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للأمم. فإذا كان الله يقدس الأنبياء والأصفياء، فكم بالحري أن يقدس العذراء التي ستحمل بعمانوئيل وتكون أما لابن الله. رابعا، الله رسم لمريم مسيرة حياة بتقودها من تواضع إلى تواضع،
ومن محبي إلى محبي ومن أديسي إلى أديسي. ففي البداية حرم والديها يوكيم وحني البرين أمام الله والسائرين بحسب وصاياه من الأولاد على مثال زكريا وإليصابيت، فصبرا وصليا وطلبا نعمة من الله بإيمان وتواضع. والله رسم من خلال اسميهما مسيرة حياتهم، فاسم يوكيم بيعني الله يقيم، واسم حني يعني الحنان، واسم مريم يعني المتسامية أو المحبوبة. وبذلك يصبح المعنى الله يقيم المتواضع بحنانه ويرفعه بمحبته إلى الأعالي السماوية، وهذا هو عنوان مسيرة مريم. خامسا، يوكيم كان من سلالة داود الملوكي، وحني من سلالة هارون الكهنوتي، وكانا يقيمان في الناصرة. وكان مضى على زواج سنين طويلة ولم يرزقا بولد، وبالرغم من ذلك لم يقطعا الأمل، بل كانا صابرين ومثابرين على الصلاة والصوم والإحسان إلى الفقراء. وبما أن العقم كان يعتبر لعنة من السماء خاصة لنسل داود الذي منه سيأتي المخلص، فلذلك كان الكثيرون يعيرونهما ويهزؤون بهما. وبعيد تجديد الهيكل صعد يوكيم ليقدم القرابين، فرفض رئيس الكهنة قرابينه معتبرا أن يوكيم ملعون بسبب حرمانه من الأولاد وبالتالي من بركة الله. فحزن يوكيم جدا وهام على وجهه في البرية، وهناك راح يبكي ويصلي ويصوم لمدة 40 يوما سائلا الرب أن يزيل عنه العار من بين الناس. بالوقت نفسه حزنت زوجته وبكت وصلت وصامت ببيتها طالبة من الرب ما طلبه زوجها يوكيم. فظهر ملاك الرب لكل منهما على حدة حيثهما، وقال لحنة: لا تخافي يا حنة، إن صلاتك قد سمعت وتنهداتك قد اخترقت السحاب ودموعك قد بلغت عرش الرب، فإنك ستحملين وتلدين ابنة فائقة البركات، بها تتبارك شعوب الأرض كلها، وبها يمنح الخلاص للعالم أجمع، ويكون اسمها مريم. وقال له الملاك ليوكيم: لا تخف يا يوكيم، إن الله قد سمع صلاتك، فامرأتك ستحمل وتلد ابنة يفرح العالم أجمع بمولدها. وأرسلن الملاك حتى يلتقوا قدام الباب الذهبي بالهيكل، فذهبا ولما التقيا دخلا الهيكل وقدما معا قربان حمد لله على رحمته، ونذرا ابنتهما للرب وعادا إلى بيتهما فرحين بما أفاض الله عليهما من البركات. سادسا، بعد 9 أشهر ولدت حنة ابنتها وسمتها مريم بحسب قول الملاك. وساعة اللي بلغت مريم 3 سنوات قدموها للرب الهيكل، حيث أمضت حوالي 12 سنة إلى أن نضجت بالإيمان، فأصبحت هي الهيكل المعد لاستقبال الله قبل أن يخطبها يوسف وتعود إلى بيتها. وهناك ظهر لها ملاك الرب جبرائيل قائلا: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك. وبهالكلمات أعلن الملاك أنه الله اختار مريم وملأ من نعمه من قبل أن يحبل بها، لأنها ستكون الهيكل المقدس الذي لن يسكنه إلا الله وحده. سابعا، بما أن الملاك أعطى مريم علامة وهي حبل إليصابيت في شيخوختها، انطلقت مسرعة لزيارتها. وساعة اللي وصلت إلى عين كارم ودخلت البيت امتلأت إليصابيت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ بهالعبارة أعلنت إليصابيت إيمانا بأن مريم هي المباركة بين كل نساء العالمين، وبأنها تحمل في أحشائها الملك الإلهي، وبأنها أم الله بقولها: من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ وبهالشكل استبعت إليصابيت مجمع أفسس يلي لح يعقد سنة 431 لحتى يأكد هالعقيدة أنه مريم هي أم الله. ثامنا،
آمنت الكنيسة الكاثوليكية عبر الأجيال بأنه مريم هي النقية البريئة من دنس الخطيئة الأصلية، وأكد الحقيقة معظم آباء الكنيسة ومنهم مارف ريم يلي بيقول مخاطبا يسوع: إنكما أنت وأمك وحدكما جميلان كل الجمال من كل وجه، إذ ليس فيك يا سيدي عيب ولا في أمك دنس. وكمان مار أغسطينوس بيقول: على البشر أن يعرفوا أنهم خطأ باستثناء مريم، فهي أبعد من أن يدور الكلام عليها في موضوع الخطيئة بسبب عظمة المسيح ابنها. ب 27 تشرين الثاني سنة 1830 ظهرت العذراء مريم لكاترين لابوري إحدى راهبات مار منصور دو بول، وفرجتها إيقوني مكتوب عليها بأحرف ذهبي: يا مريم التي حبل بها بلا دنس، تضرعي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. وطلبت منا سك هالإيقوني، وعدت كل شخص بيحملها بالحماية، وأجرت العذراء العديد من الشفاءات بواسطتها، وأفاضت الكثير من النعم على من آمن بها وحملها كدرع حماية من الشرير. تاسعا، بثماني كانون الأول سنة 1854، ومن بعد ما أجرى البابا بيوس التاسع استفتاء عالمي حول رأي الأساقفة والمؤمنين بموضوع الحبل بمريم بلا دنس، وجدت معظم الردود إيجابية. أعلن البابا أن الطوبوية مريم العذراء حفظت معصومة من كل دنس الخطيئة الأصلية منذ اللحظة الأولى للحبل بها، وذلك بامتياز ونعمة خاصة من الله القدير بالنظر إلى استحقاقات يسوع المسيح فادي الجنس البشري، وأثبت البابا كعقيدة إيمانية. وجدت العذراء من جديد بظهوراتها على الصبية برناديت بلورد بعد 4 سنوات على إعلان العقيدة لتأكد صحة هالعقيدة، وتعلن عن اسمها جوابا على سؤال برناديت، وقالت له: أنا هي التي حبل بها بلا دنس. فعندما تتكلم السماء فعلى البشر أن يصمتوا ويصغوا ويتأملوا ويخشى. عاشرا وأخيرا، مريم هي الملكة، أم الملك السماوي، وحيثما ذهبت حملت معها ابنها يسوع، فهي لم تبشر بذاتها أبدا، بل كانت وما زالت تبشر دائما بيسوع مخلص العالم الوحيد. فبين مريم ويسوع رباط من الحب الإلهي والإنساني الذي لا ينفصل، كما أن رباط الحب الإلهي بين الآب والابن لا ينفصل. فمن كرم الآب كرم الابن، ومن كرم الابن كرم الأم، ومن كرم الأم كرم الآب والابن اللذين اختاراها وقدساها لتكون الباب الملوكي الذي يدخل منه يسوع إلى العالم، والباب الذي يجب على المؤمنين الصادقين عبوره لدخول الملكوت السماوي. وبالتالي من أهان الأم أهان الابن، ومن أهان الابن أهان الآب، ومن احتقر الأم احتقر الابن، ومن احتقر الابن احتقر الآب. هذا الشيء اللي أكد يسوع بقوله: من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. وبالتالي من جدف على الروح القدس جدف على الآب والابن، ومن احتقر العذراء احتقر الروح القدس الذي حل عليها وقدسها. نختم بالصلاة: أشرق بشمس رحمتك علينا يا يسوع في زمن مجيئك، حتى تتحرر أرواحنا وتستنير ضمائرنا وتستضيء عقولنا وتنفتح قلوبنا في هذا الزمن المظلم على الإيمان والحب والعطاء. أفض علينا روحك القدوس لكي نعلن إيماننا بأنك أنت ابن الله الحي، وبأن والدتك هي النقية البريئة من كل دنس الخطيئة، وبأن إكرام والدتك الطاهرة هو من إكرامك. امنحنا صفاء الإيمان ونقاوة المحبة وفرح الرجاء، حتى نشهد بأنك أنت وحدك مخلصنا وفادينا. لك المجد مع أبيك المبارك وروحك الحي القدوس من الآن وإلى الأبد. آمين.